كنا بصراحة طب باش نحكي في النقطة الثانية اللي جيت عليها. أنا جيت هنا باش نطلب الاعتذار بالحق من جماهير الكبيرة متاع مستقبل رياضي بالمرسى، جماهير العريقة الله غالب. خدمنا خذينا جمعية في القسم الثالث في وضعية كارثية. خدمنا يا رئيس سي توفيق بن سيب حط كل الإمكانيات باش ننجحوا، عيني كرئيس فرع وعطاني ثقة من 2021 ونحن في القسم الثالث. عملنا عام كبير، طلعنا للقسم الثاني، وصلنا للدور النهائي في الكاس. عنا 28 سنة ما لعبناش دور نهائي من عام 94 ضد ليتوال وهزينا الكوب. وقتها المرسى ما لعبتش دور نهائي، لعبناه وتعبناه 2021 في رادس، وكان عام كبير. زاد جدد فيا شيقة الثقة رئيس النادي، ومن القسم الثاني كيف كيف طلعنا للناسيونال، وكنت أحسن رئيس فرع في تونس سي يوسف. وقتها الجمعية كانت معناتها باش تتحل وما لقينا حتى واحد باش يشد. قدمنا وشدينا وصرفنا وتعبنا ومش مزيه هذه جمعيتنا ومعنا عليها حتى مزيه اللي اعطتهولنا هي يقعد حياتنا كامله ما نرجعولهاش. في ليله وضحاها اصبحنا نحن ما نفهموا حتى شيء، واصبحنا خايبين واصبحنا كذا. انا مانيش جيت هنا باش نرجع على دخل عجبتني نتاع سي عبد الباقي وسجلتها. اياك ان تجادل السفهاء، راني مانيش باش نطلب الاعتذار من السفهاء اللي موجودين الاربع كعبات في الجمعيات الكل هذوما يعيشوا في سامحوني في الكلمه في الخمج، ويعيشوا في كذا، يبداو يستناو في الجمعيه سي عبد الباقي وقتاش تخسر باش يخرجوا يبداو يستناو ويدعيوا وان شاء الله تخسر الجمعيه. لا، جيت باش نطلب السماح من الكبار والصغار. وليدات صغار فرحوا، ناس كبار فرحوا كي طلعت الجمعيه للناسيونال، وكان عندهم امل كبير باش نقعدوا ان شاء الله في الناسيونال. الله غالب كانت تنقصنا برشا خبره، 6 سنين بين القسم الثاني والقسم الثالث، ضيعنا ليوروبير. فما جمعيات اللي شدت بلاصتها قبلنا في الناسيونال، يمكن كانت عندها اكثر خبره في المعاملات مع الاطوار اللي تجي ومع كره القدم كيفاش ولات في تونس. جيتي ولكن المرسى قبل الجمعيات هذه كي ترجع لتاريخ المرسى انيس، المرسى عندها التاريخ، عندها ثقافه الرابطه المحترفه الاولى، عندها ثقافه الكاس، عندها ثقافه التسيير في الرابطه المحترفه الاولى، يعني تعرف كل الدواليب وكيف تسير الامور في الرابطه المحترفه الاولى كما عرفتوا كيف تسير الامور في الرابطه المحترفه الثانيه. يعني متعودين بالازمات ومتعودين بالافراح في المرسى. كل الرؤساء وكل المسؤولين الذين مروا على مستقبل مرسى عندهم من الخبره ومن الدهاء ومن الذكاء انهم يسيروا فريق في حجم وفي علاقه وفي اسم المستقبل الرياضي بالمرسى. انا خالد اول حاجه قلت لك بالنسبه لي نحن كاداره 6 سنين الجمعيه في القسم الثاني كي جينا خذيناها طلعنا معناتها الرؤساء اللي تحكي عليهم انت القبل وينهم تو؟ فما انسان تو يجي يحط لك فلوس و200 و300 و400 مليون باش يجي واحد يسبه ويسب له امه ويسب له ابوه ويسب له عائلته. انا حضرت قبل بعد الثوره عندنا رئيس محترم على الاخر وباسمه في البلاد وكذا، جا باش يقف مع الجمعيه وحط فلوس وحط كذا، ولده يتفرج خرج معناتها سبوا له امه وابوه ولاده يتفرجوا. يعني الجمهور المتعصب وراء هروب المسيرين مانيش البعض بعض الجماهير المتعصبه مانيش نقول الجمهور الكل. انا جيت باش نطلب السماح من الجمهور بتاع المرسى الحقيقي، الجمهور اللي يستاهل ويعرفوا بعضهم ويعرفوني على شكون نقصد. فما جمهور نعتذر عليكم كوره وتيران فيها ربح فيها خساره اكيد لازم نتحمل المسؤوليه. سرقتوا الجمعيه اللي دخلتوا باش بزنستوا بها، نحن خدمتوا والنتيجه راهو كيفاش. سي عبد الباقي ابريتو على انيس ما كانش معانا صح؟ انت تفكر حكينا اول حضور لانيس راهو اي حكينا عمر ما كان معانا. قلنا راهو النجاح في اي عمليه سواء رياضيه او اقتصاديه او تجاريه راهو نسبي، النجاح نسبي.